اهالينا في فلسطين وفي غزة بيثبتوا لنا كل يوم انهم اقوى من الموت واقوى من العدوان واقوى من الاحتلال واقوى من الجميع. شوية تلاقي شباب وهم بيقروا اوراق الشجر مبسوطين، تلاقي حد بيعزف موسيقى علشان يفرح الاولاد، تلاقي حد مصر ان يناقش الدكتوراه وسط التراب والرماد والدماء ورائحة الموت. أنا فلسطيني، سجل أنا عربي، وأطفالي 8 و9 هم سيأتي بعد صيف فهل تغضب. ده كان الشاعر الكبير محمود درويش على ما أذكر القصيدة، مش قادر أفتكرها يعني. هؤلاء دايما دايما بيقولوا لنا مهما وقفتوا جنبنا ومهما بعدتوا عننا احنا سنظل اقوياء. الدكتور عز الدين شلح مؤسس ورئيس مهرجان القدس السينمائي قرر إقامة دورة خاصة واستثنائية من المهرجان من يوم الخميس، مهرجان القدس من يوم الخميس 25 يوليو حتى 29 يوليو في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة قدام العالم. هاتوا طياراتكم وهاتوا صواريخكم وهاتوا دباباتكم واقتلونا ودمروا، بس احنا عايشين، احنا ناس بنفهم في الفن في العلم في الإنسانية. ده هذا ما اعتدناه دائما من الفلسطينيين. الدكتور عز الدين عقد قبل أيام اجتماع تحضيري للدورة 8 من المهرجان، قابل مثقفين وسينمائيين وكتاب وشعراء. الدورة دي أطلق عليها اسم مبدعون رغم اللجوء، شيء يدعوك للفخر كده. خلونا نسعد واحنا بنلتقي عبر زوم الدكتور عز الدين شلح مؤسس ورئيس المهرجان. اهلا وسهلا دكتور عز الدين. اهلا بك استاذنا، اهلا بالاستاذ المشرف. تسلم. انا احييك اولا واحييكم جميعا واحيي كل طفل وكل رجل وكل امراه فلسطينيه على ما تقومين به دفاعا عن الأرض والشرف والعرض أمام مرأة العالم في ظل كل هذه الجرائم. كيف، أنا آسف في التعبير فلتسمح لي أن أضعها هكذا، كيف جرؤت أن تفعل هذا في غزة وتقيم مهرجانا في غزة في ظل هذه الظروف؟ يعني الحقيقة أنه إحنا الموت فصغنا من كل زوايا الحياة، يعني ناس بتموت من الجوع، ناس بتموت من القصف، بتكون بخيمتك بتنقصف، بتطلع برا بتنقصف، بتروح على السوق بتنقصف. أصبح الموت مش أقول طبيعي، لكن يعني خلينا نقول إنه بشكل لحظي، يعني إحنا بشكل لحظي يعني صار الواحد فينا ما يقدرش يعطي موعد لحدا بعد ساعة، لأنه ربما خلال الساعات يكون خلص استشهد. نعم. على سبيل المثال فكرة أجت إنه إحنا هذا الموت اللي مخصرنا إحنا بدنا نحاصره، بدنا نحاصر الموت بالحياة، السينما تعني حياة، فإحنا عشاق للحياة، وبالتالي إحنا بدل ما نترك الموت يحاصرنا إحنا بدنا نحاصر الموت بالحياة. ومن هنا يعني تم الاجتماع مع السينمائيين ومع عشاق السينما، وجميعهم اجمع على انه يكون في دوره ثامنه واللي راح تكون. اجتمعتوا فين يا دكتور؟ اجتمعتوا فين دكتور عز الدين؟ احنا اجتمعنا في احدى الخيم في مراكز الايواء، في مركز ايواء كان اجتماعنا في احدى الخيم، وبالتالي يعني تجمع طبعا في مناطق محاصره زي رفح زي شمال غزه ما تمكنوا يجوا، ولكن المناطق اللي تمكنوا يجوا فعلا اجوا واجتمعنا وخدنا قرار ان نواجه الموت بالحياه. العنوان، لماذا كان هذا العنوان؟ يعني احنا في غزه تمكنا من خلال الأخ رشيد مشراوي إنه ومخرجين عايشين في غزة إنه يعملوا
22 فيلم من غزة وعن غزة في أثناء الحرب، يعني قبل شهرين هم انتهوا من إنتاج هاي الأفلام. هاي الأفلام 22 فيلم فلسطيني من غزة اشتغلوا على هاي الأفلام كل برؤيته. وبالتالي الآن إحنا بدنا نعرض بالافتتاح 11 فيلم، وبالختام راح يكون في 11 فيلم. المراكز اللواء اللي راح يتم عرض الأفلام فيها هي راح تشوف نفسها في هاي الأفلام، ولكن من زوايا مختلفة، برؤية الحياة مش برؤية الدمار. هل هتعرضوا الأفلام دي فين؟ الأفلام يعني أول شيء مبدعون رغم اللجوء، هدول الأشخاص يعني اشتغلوا رغم الدمار اللي موجود ورغم القصف اللحظي اللي موجود، كل واحد فيهم يعني قدر إنه هو يشتغل لفيلم، وبالتالي هو أبدع رغم إنه هو مش موجود في بيته، هو موجود في خيمة، ومن خلال وجوده في خيمة هو أبدع وقدر إنه هو ينتج فيلم كامل متكامل على أساس إنه يقدمه للعالم. إحنا مهم إننا نخاطب المجتمع الدولي من خلال أفلام فلسطينية إنسانية يعني تعيش عمق الحدث اللي موجود في غزة. ومن هنا يعني تم تسمية الدورة اللي هو شعور رغم اللجوء. هل تلقيتم أي عروض لأفلام أخرى من أي بلدان أخرى؟ يعني احنا طبعا في عنا اللي هو فيلم ايضا باي باي طبرية، هو مرشح للأوسكار عن فلسطين. في عدد من الافلام الفلسطينيه اللي احنا راح نعرضها خلال المهرجان واللي راح يبدا يوم الخميس القادم في 25 يوليو وينتهي في 29 يوليو، يعني لمده 5 ايام. وطبعا هاي دوره استثنائيه خاصه ب يعني نشتغلها قاعدين في ظل الإبادة الجماعية اللي موجودة، ومع ذلك احنا عم نتحدى الموت بالحياة، ودائما دائما الحياة تنتصر على نعم، ونتمنى أن تنتصر، وندعو الله أن تنتصر، ونربط على أيديكم. وبشكرك جدا جدا دكتور عز الدين شلح من الأراضي المحتلة، الأراضي الفلسطينية في غزة.